بقيت نقطة وأختم معك سيد فريد حول أداء الحكومة واختلاف هذه الحكومة عن الحكومة التي سبقت حكومة عمران خان الذي كان يتخذ موقف الحياد إن صح القول من الحرب الأوكرانية الروسية. في بيان مشترك وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الباكستاني ندعم أوكرانيا، هل نشهد مساعدات عسكرية باكستانية لأوكرانيا لمواجهة روسيا بشكل أو بآخر؟ سيد الفاضل، موقف المؤسسة العسكرية واضح، موقف باكستان واضح، وهو موقف الحياد. حتى هذه اللحظة لم تعلق الخارجية الباكستانية ولم يعلق أحد على تصريحات أو التصريح المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي. ولكن موقف باكستان في هذا الموضوع هو واضح، حتى موقف المؤسسة العسكرية هو واضح، لن يأخذوا جانبا على جانب رغم تصريحات بلاول. ما زلت أقول عند كلامي أن وزير الخارجية غير على هذا المنصب، جديد على هذا المنصب، 33 سنة، ليس لديه خبرة سياسية كافية. كان بإمكانه أن يعترض على هذا البيان، كان بإمكانه حتى أن يبين موقف باكستان وأن موقف باكستان هو الحياد، ولكنه صمت طوال. لكن الجيش حتى الآن لم يكذب هذا أو لم ينفيه يعني. سيد الفاضل، هذا يعتمد على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش الباكستاني. حتى هذه اللحظة ليس هناك مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي. في حال حدث هناك مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي للجيش الباكستاني بإمكاننا التعليق آنذاك، ولكن موقف المتحدث الرسمي سابقا من موضوع روسيا وزيارة عمران خان لروسيا، الجميع كان على صفحة واحدة، موقف عمران خان السابق وموقف باكستان السابق هو موقف المؤسسة العسكرية بعدم دعم جانب ضد جانب. شكرا آخر. أشكرك جزيلا سيد حذيفة فريد، الإعلامي الباكستاني والباحث في معهد وايت نيوز، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.